بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية اللي أنا عايز أعمل لها النهاردة مراجعة هي رواية جنازة طويلة لعماد حمدي، لروائي وحيد الطويلة. الرواية بالنسبة لي أنا رواية قوية جدا وممتعة، بيستعرض فيها كاتب عضلاته ومهاراته وقدرته الكبيرة جدا في المجال الروائي، وهو ده بيت القصيدة. يعني القصة أو التيمة الأساسية مش هي المحور الأساسي للمتعة، لكن قدرة الكاتب الفائقة وجودة السرد وطريقته على إيجاد حيل وألعاب روائية كتير. إن كنا نقدر نوصف هذا الكاتب بشيء، فإن نقدر نقول عليه إن هو كاتب بيجيد استخدام الحيل والألعاب الروائية. ده الوصف اللي نقدر نقوله عليه، لأن هو في العناصر الأخرى هو أقل. يعني مثلا هو مش بيتميز قوي بجودة السرد أو بالبناء المحكم، لكن هو عنده القدرة على استخراج ألعاب روائية وحيل فنية بشكل مفاجئ. هو من نوعية الروائيين اللي بيحب دايما يفاجئ القارئ، وبيحب يتخذ طرق فنية جديدة، وبيحب إيه يخترع، أو بمعنى أدق إن كان يمكن وصف ده بالتعبير الدارج، نقدر نقول إن هو بيحب يألف في الرواية. القصة هي ضابط، والضابط دوت فنان في نفس الوقت، قتل له التيمة مكررة، لكن هو عاملها بشكل جديد. مسمي الضابط دوت مسميه فجنون، يعني نسبة إلى إنه فنان وفي نفس الوقت مجنون، وبالتالي فهو عمل له الاسم دوت وقرر إن هو يكون ده اسمه في الحقيقة، في جرأة يحسد عليها وقدرة كبيرة جدا على إن هو يفاجئ القارئ، إن هو لدرجة إن هو يسمي البطل المحوري والشخصية الأساسية فجنون. البطل بيتأرجح ما بين عمله في الشرطة، وعمله في الشرطة ده هو غير راضي عنه زي ناس كتيرة جدا، يعني بيدخلوا سلك الشرطة أو الداخلية وهم مش حابين الموضوع بسبب رغبة آبائهم الشديدة في دوت. هو ده اللي حاصل للبطل الروائي. البطل الروائي اللي هو فجنون عنده المشكلة دي، إن هو مش راضي يعني اللي هو بيعمله، بينما في نفس الوقت تعود في داخله روح الفنان. روح الفنان دي بتؤرقه وبتخليه دايما يعمل تصرفات تبدو غريبة بالنسبة للبعض، أو على وجه التحديد بالنسبة لزملائه في العمل. طبعا هو بقى بيعرض لك كمان العالم السري للجهاز الشرطي والمتعاونين معه من الخارج. كمان هو بيلقي الضوء على الحياة الشخصية لهذا الرجل اللي هو فجنون، اللي هو بطل الرواية، اللي هو فنان وفي نفس الوقت ضابط شرطة. طبعا المفارقة هنا كبيرة بين كون البطل الروائي ضابط شرطة وفي نفس الوقت فنان، فده بينتج عنه كتير جدا من الزخم الروائي. شكرا للمتابعة.